عيب، الكلام عن الجنس قلة أدب. وأهدي النتيجة. عمرنا ما تكلمنا عن أساس المشاكل الكتير اللي في حياتنا، البرود الجنسي. كل الأمور الخاصة بيا كبنت أنا عرفتها من برا البيت. ماما، ليه الست بتبقى حامل ومش الراجل؟ اتصدمت، اتصدمت لما شفت ابني فاتح موقع إباحي على الإنترنت. حاسس إني دخلت دوامة مش قادر أخرج منه. الموضوع ده يهمك. www.allarabsex.com أكيد هيفيدك.